هاي أصدقائي، بتمنى تكونوا بخير. اليوم رح نحكي عن أبرز توقعات ميشيل حايك لعام 22، ورح نخص بهيدا الفيديو المملكة العربية السعودية. حابة أذكر أنه ميشيل حايك من أبرز الشخصيات التي تثير الجدل والضجة كل سنة، لأنه بيكتب توقعاته حول ما سيحدث من أحداث وأحداث للعام المقبل. بعض الناس يعتبرونه سخيفاً ومثيراً للسخرية، وبعض الآخر يهتمون بما يتحدث عنه ويصدقونها ويبحثون عنها. نحن كمسلمين حاب يقول أنه ربنا هو اللي بيعرف بالغيب. بتشكر حضوركم أصدقائي، وبدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وانطروني بالفيديو القادم، رح نحكي عن توقعات ميشيل حايك لمجموعة من الدول العربية.